دكتور طبعا احنا شفنا الحالة دلوقتي، احلى حاجة هو اعملها قبل وبعد الضحكة الجميلة والثقة بالنفس طبعا في الكلام والالوان كمان. يعني احنا شفنا فرق اختلاف لون اللبس من هنا من وهنا وهو عنده 23 سنة، يعني 23 سنة بوزن سمنة مفرطة غير قادر لمواجهة الحياة. انا باكد الحاجة ده، وكل الناس المصابة بالوزن الزايد عنده مشكلة فعلا ان هو ينخرط في المجتمع. الحقيقة طبعا عايز اقول انه ان انت تختار العملية بدري او تعمل حاجة تنزل وزنك بدري، انا شايف ده هيفرق معاك جدا طبعاً. وعايز اقول لكل الاهل اللي هم عندهم شاب يعني لسه مقبل على الزواج او مقبل على الحياة بصفة عامة، وانا شايف ان هم يشجعوه ان هو ياخد خطوة ايجابية، لانه احيانا الاهل بتبقى عندهم تخوف على ابنهم. يعني انا عايز اقول لهم ان الخوف من السمنه المفرطه ليس الخوف من العمليات. احنا مش المفروض ان احنا نبني تجاربنا التجارب بتاعتنا على العمليات السيئه او المعموله في مكان خاطئ او المعموله بطريقه خاطئه او اللي هي لها باد هيستوري. احنا مش مسؤولين عنه، ولا المريض اللي المفروض انه ياخد يتلقى. الناس اللي هي وزنها كويس وكويسه ما حدش بيقول انا كويس خالص، بينقرض في المجتمع يقول لك انا ما عملتش عمليه اصلا، ده انا عامل دايت صحيح. الناس طبعا اللي بيبقى عنده تجربه قاسيه من اجراء عمليه او عنده مشكله في عمليه هو ده اللي بيتكلم وده اللي بيظهر وده اللي بتنشر الطاقه السلبيه بقى. وربما يكون هو ما خدش بالاسباب، ربما يكون راح في مكان غير امن، ما فيش خبره جراحيه كافيه، هو عارف ان هو يمكن عمل ما اجتهدش ان هو يعمل عمليه في مكان محترم. تمام. فعايز اقول ان اختيار المكان برضو الامن ده سر من اسرار النجاح.